الصفاء للحليب ولا لبان، والشركة بعتوني لك وحابين نستفسرك إذا بتبيع المكان حقك أو لا. لا لا مش رح أبيع، وأنا أول مرة أسمع باسم شركتكم. شركتنا ما زالت جديدة وفي بدايتها، حتى حليبها ما زال طازة. نعطوك يا شيخ 400,000 ريال ومقابل المكان، إيش رأيك؟ روح يا ابني أنت والشركة بتاعكم وحليبكم أشربوه، أنا ما رح أبيع، يلا انقلع. ومن قال لك أن رح نشتري المكان؟ إيش تهدف؟ كانت معاك الكاميرا الخفية. يا ابن ال... அம்மா இவன் கந்தி இல்ல வா கருக்குள் எவனோ வா சீய கிட்ட வெடி இன்னும் الشحنة توصل قبل المغرب وبدون المشحن من الترامادور وقبل السهلة. الشحنة راح ترفعها من الطريق الصحراوي وعلى السيرليون، لأن الطريق صعب على الناس. توا قولوا لي من الراجل بيكم اللي بيوصلها. أنا والله ما أعرف أسوق في الصحراء، يعني راح يرفعها مبروك. والله يا زعيم مستعد أهربها حتى على البحر، بس ما قلت لي كم المقابل. 10,000 ريال مقابل توصيلها سهلة. بس ممكن الحكومة تقبض عليه. تحسابها أرنب كيفك؟ الكفو له للكفو، وأنا كفو. يا زعيم أنا خايف الحكومة تقبض عليه ويخونك. لا لا أنت عادي تخوني، لكن مبروك مستحيل يخوني. يلا عدي شوف شغلك. سلام. والله ما كنت نكساب حتى قرش يا زعيم إلا بعد شغلت النار. شكرا يا حبيبي. الله وصل اللي ما يخونك يا زعيم. أنا عارف إنه راجل باهي. ايش رايك يا زعيم؟ ما اظن انها قويك خابا فيك. تي والله عارفك تهني، واليوم احلى سهريه بندير عليكم واحلى دوخه. تي وربي جابنا الجيبات وما جابنك. راح اخذ لكم صوره مع بعض يا زعيم. ودنا صوره صح. تعبت عيوني بعد فرقها من السهر يا اخي زهر. انتظر للوصل ما جاني منهم وصل. يا راجل خلاص اسكت، راح يضرب الكبل من الظهر. زعيم يا زعيم درحت لي كبي يا راجل. غدوة ونسمعك كيف تغني وانتظريني. المهمة اللي بنكلفك بيها يا فهد بسيطة جدا. ايش هي؟ بتمشي لمصنع الاسمنت. ايه؟ والمصنع قريب مش بعيد، وراح تجيك تيوتا ربع تستلم منك الشحنة. لو صادفاتك بوابة شرطة او شيء قولوا لهم رافع زي الذرة. تمام؟ تمام يا زعيم، عطني نص ساعة اكون وصلت الشحنة وجيت. ما ترتبك لو صادفاتك بوابة. عارف يا مبروك عن قرد نحس فيه ما هوش بصف النية، لأني لما نكلم فيه نشوف في وجهه مفنص ما عجبني. ممكن يريد فلوس زيادة. لا لا ما ظنيت، لأني أنا أعطيه حقه بالزايد. بالعيد ما نقص من حقي ويعامل فيه مثل الكلب، لكن والله أوريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
وش فيه؟ فيها الكراتين. كراتين زي الذرة والله. صراحة كمية كبيرة عسى ما شر. والله يا حضرة الضابط أنا جايبها من المصنع وأوزع فيها على المحلات واسترزق هذا عملي والله. الله يعينك، تفضل يا أخي تفضل. يا حضرة الضابط سامحني كذبت عليك، أنا مهرب ترامادول. الحين وقت هزار هو. صف صف صف. أنا ما عندي صبر عشان أستلم فلوسي يا زعيم، فهد تأخر علينا. والله أنا خايف يكونوا شدوها الشرطة، لأن حتى هاتفه مقفل. لعل وعسى تم منه الشحن. مانيش عارف، لكن أسمع، أنا تعبان وتو ماشي بنرقد، وأنت خليك راقب المكان لين يوصل فهد، تمام؟ تمام يا زعيم. أنا قلت لك مو بيراتي مهربها، لكن اللي اسمه بليد مهددني بقتل عائلتي إذا ما هربت الشحنة. إذا ما تعرف هالريال اللي اسمه بليد، تراه مجرم خطير وهارب من الشرطة، وقتل عنصرين من الشرطة، وقبضنا عليه وهو مصاب، ولكن قدر يهرب من سيارة الإسعاف. والله ما كنت نعلم به هالشي يا حضرة الضابط. وكون في علمك هو اللي سارق لكسس نجل الملك، وقدر يفر من الشرطة. تراه سناف يا ابن الكلب ما يخاف. والحين أمطينا جميع المعلومات عن موقع بليد وكم معه شخص. Can you stay clear of those jaws? Challenge accepted. He chopped you. I'm gonna go to the hospital.